السلام عليكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم الى حلقه جديده من برنامج مباشره معكم. نناقش هذا المساء مسوده مشروع القانون الجنائي، مسوده اثارت ومباشره بعد نشرها في موقع وزاره العدل والحريات موجه من النقاش والجدل بين مرحب بايجابياتها ومستجداتها ومنتقد لبعض موادها. خلال حلقه هذا المساء سنحاول التطرق ولو بشكل مقتضب الى ابرز ردود الفعل والمواقف التي أثارتها مسودة مشروع القانون الجنائي. نتوقف كذلك عند بعض النقط التي اعتبرها البعض إيجابية ومستجدات في المنظومة الجنائية أو على الأقل في القانون الجنائي المغربي، ونتوقف كذلك عند بعض الملاحظات وبعض المواد التي اعترضت عليها بعض الأطراف واعتبرت أنها ربما من نواقص هذا النص الذي يبقى في إطار المسودة ولا زال خاضعا للنقاش والمشاورات عبر العديد من الدواليب. لمناقشة الموضوع يسعدنا أن أرحب بكل من السيدة سعدية وضح عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مرحبا بك. شكرا سي جامح. العفو. أرحب كذلك بالسي عبد الصمد الإدريسي عضو منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، مرحبا بك سي الإدريسي. شكرا شكرا سي جامح. شكرا لك. سيدة جميلة السيوري رئيسة جمعية عدالة، مرحبا بك. شكرا. شكرا لك. أستاذ كريم نيت الحو محام وعضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، مرحبا بك أستاذي. شكرا سي جامع. شكرا لك. نرحب كذلك بالأستاذ خالد طرابلسي رئيس رابطة المحامين الاستقلاليين وعضو اللجنة المركزية لحزب الاستقلال، مرحبا بك الأستاذ طرابلسي. شكرا أخ جامع. شكرا لك. والأستاذ إبراهيم العلام باحث في القانون العام جامعة القضاء عياد بمراكش ومدير مركز تكامل الدراسات والأبحاث، مرحبا بك. شكرا أستاذ جامع. شكرا لك. ومعنا مباشرة من الرباط من مكتب القناة بالرباط الأستاذة أمينة أفروخي، هي قاضية ملحقة بوزارة العدل والحريات. الأستاذة أفروخي مرحبا بك. مساء الخير سي جامع. مساء الخير. أبدأ بك أستاذتي، ربما ما يسجل لهذه المسودة هي دائما في إطار المسودة دائما أنها ربما أول نص متكامل منذ النص الذي صدر سنة 1962، يعني كانت طيلة هذه السنوات فقط تعتمد تعديلات، أعتقد أنها 22 تعديلا في القانون الجنائي. الآن ربما لأول مرة منذ 53 سنة لدينا يعني مشروع نص متكامل. صحيح كما قلت السيد جامع، تواترت العديد من التعديلات على مجموعة القانون الجنائي منذ الستينات وإلى الوقت الحالي، وبالفعل هذه أول وقفة لمراجعة شاملة لمجموعة القانون الجنائي بكاملها. نعم، شكرا لك ولضيوف الكرام. أشير مشاهدينا الكرام إلى أن بإمكانكم كما جرت العادة على ذلك التعليق على مجريات النقاش الدائر في الاستوديو عبر الرسائل الهاتفية القصيرة على الرقم الماثل أمامكم على الشاشة 18 18. السيدة وضح، هل تتفقين مع هذه الفكرة أنه لأول مرة منذ 53 سنة عندنا مجموعة متكاملة ديال القانون الجنائي؟ هو في الحقيقة الاتفاق أو عدم الاتفاق، ولكن الأهم هو السياق اللي أتى به هذا المشروع ديال القانون الجنائي، لأنه كان هناك مسار اللي متعلق بورش ديال الإصلاح منظومة العدالة، ثم أن هناك اختيار الذي كرسه الدستور وهو البناء الديمقراطي اللي اختاره المغرب، وثم التزامات المغرب الدولية والمتعلقة بملائمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية اللي صادق عليها المغرب، إضافة إلى كذلك توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة اللي كانت فعلا من كمرجع كوني لأي إصلاح للنظم القانونية، إضافة إلى أنه كانت هناك كذلك مساهمة ديال المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا في تقارير لتتلح على تعديل القانون الجنائي، إضافة كذلك على مساهمة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمذكرته حول الإنتاج القانوني.
كل هذا من أجل إيجاد قانون اللي فعلا عنده فلسفة وعنده هيكل وعنده تتبني على المواثيق والمواثيق الدولية اللي والاتفاقيات اللي صادق عليها المغرب وملائمتها. تنبغي نضيف كذلك أنه كان كذلك الميثاق الوطني لإصلاح العدالة، لأنه كان هذا الميثاق واللي ساهمت فيه جميع الأطراف وكل ديال المجتمع، وبالتالي ماشي هذا الإصلاح هذا المشروع جاء فعلا في واحد السياق وفي واحد الصيرورة اللي عطات هذا البادرة. خلينا نسول السي عبد الله الإدريسي، في منتدى الكرامة كيف تلقيتم هذا المسودة اللي كنتكلموا عليه، مسودة مشروع القانون الجنائي عموما؟ بطبيعة الحال احنا في منتدى الكرامة حقوق الإنسان تلقينا هاد المسودة بواحد لاحظنا بأن كان خصوصية، بحيث أنه منذ تأسيس المنتدى وحنا كنشتغلوا على مجموعة القوانين اللي كانت ومشاريع القوانين اللي كتصدر، لأول مرة كتح لنا فرصة أننا ناخذوا مسودة مشروع قانون. منذ يعني فيما قبل كنا كنطلبوا ولا نحصل على مسودة مشاريع القوانين، اليوم عندنا مسودة مشروع قانون وزعت على الجميع وتم إصدارها في موقع رسمي للوزارة ليطلع عليها الجميع، جمعيات وغير جمعيات. اليوم كاينه مقاربة تشاركية، يعني كاين الجهات الرسمية كتقول اللي عنده ملاحظات يمكن يبدأ، ولكن أنا بغيت نشير لواحد الملاحظة منذ البداية، هو أن كاين ضرورة اليوم لوجود مسودة شاملة تعدل القانون الجنائي برمته وليس فقط تعديلات جزئية، لأن اليوم نحن أمام دستور جديد. اليوم عند المغرب بمقتضى الدستور التزام لملائمة القوانين مع الاتفاقيات الدولية. اليوم عندنا تراكم كبير من الاجتهادات القضائية التي قررت مجموعة من المبادئ القانونية التي لا تجد صدى في القانون الجنائي. أيضا هذه المسودة ليست ولدة اليوم، الاشتغال على مسودة مشروع القانون الجنائي بدأ سنة 2004، وهذا الشيء اللي ما كيتقالش اليوم، بدأ سنة 2004 مع المرحوم وزير العدل السي محمد وزوبع، بدأ سنة 2004 أيضا مع الندوة الوطنية أو المناظر السياسة الجنائية. إذا نحن أمام تراكم لما يزيد عن 10 سنوات في الاشتغال. اليوم نعم بعد الميثاق الوطني لإصلاح العدل اللي تكلمت عليه الأستاذة وبعد سلسلة من الحوارات اليوم تكثف الاشتغال لنخرج هذه المسودة بطبيعة الحال وندخلها فيها أشياء جديدة كثيرة بمقتضى ما تم الاتفاق عليه في الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة لتخرج هذه المسودة اللي هي اليوم ما زالت مسودة. اليوم الكثير يتحدث عن مشروع قانون، اليوم ما عندناش مشروع قانون، عندنا مسودة مشروع قانون. هناك يوم دراسي أعتقد يوم 20 أبريل، كاين يوم دراسي للمناقشة. احنا في منتدى الكرامة يمكن نقولها لكم بكل وضوح، احنا مازال ما عندناش موقف واضح، لأن في كل القوانين اللي درسناها كنا كنديروا أيام دراسية وكنقولوا هل إيجابي وهل سلبي بعد دراسة علمية. اليوم أيضا احنا في منتدى الكرامة مقبلون على تنظيم يوم دراسي نستدعي لهم مختصين وخبراء لدراسة هذه المسودة باش بالفعل نشوفوا شنو هو الإيجابي وشنو هو السلبي. نعم، نشوف سيدة السيول في جمعية عدالة كيف تلقيتم بشكل أولي هذه المسودة؟ بداية تلقيناه بروح المفاجأة، لأنه الظرفية فين تصدر فيها في الوقت اللي تطرح نقاش شامل وعمومي وكان فيه استشارات واسعة تكلفوا بها بعض الأطراف مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مجلس الوطني لحقوق الإنسان، وزارة العدل ووزارة الأوقاف حول قضية الإجهاض، وهي محورية في القانون الجنائي. كيخرج عندنا قانون، هذا الانطباع الأول هو أنه قانون مشوه، لأنه فيه واحد البوزل ناقص اللي هو الإجهاض مع الحفاظ على فصل تجريم الإجهاض الطبي، وحنا مازال ما عرفناش فين غادي توصل النقاشات والاستشارات الواسعة وفين غيمكننا نوصلوا في حدود المخارج بخصوص قضية الإجهاض. ثانيا ما كنعتبروش حنا إطلاقا قانون كامل، فقط لأنه عالج يعني جات التعديلات على المجموع ديالو، لأن التكاملية كتفترض الانسجام وكتفترض الشمولية وكتفترض واحد المنهجية، كتفترض أيضا الانسجام بين الشكل والمنهج والمضامين. على مستوى الشكل جا مشوه لأنه التبويبات والترقيمات مكررة وكاين الحذف، وهذا أعطاه واحد تشويه على مستوى الهيكل ديالو الشكلي. أيضا على مستوى الديباجة، لأنه احنا هاد الانتظارات وهاد التراكمات اللي هضر عليها الأستاذ مشكورا
على ضوء هذه التراكمات كان انتظار قوي ديال المجتمع المدني وديال كل الفاعلين انه غتخرج لنا غيخرج لنا مشروع ينبي على اننا عندنا فلسفه وعندنا سياسه جنائيه داخلين في منظومه ديال التاسيس لسياسه جنائيه حقيقيه في هذه البلاد من بعد هذا التراكم ديال سنين طويله. اليوم كيخرج لنا قانون ما عندوش ديباجه، ما كنعرفوش مرجعيته، ما عندناش مبادئ اساسيه موجهه ترتكز على قضايا اساسيه ومحوريه وكانت في قلب توصيات هيئه الانصاف والمصالحه في قلب المطالب ديال الحركه الجمعيه، وكانت ايضا في ظل النقاش اللي كان حول اصلاح منظومه العداله اللي هي تاسيس لمبدا عدم افلات من العقاب، تاسيس لمبدا عدم التمييز، تاسيس لمبدا المساواه، والتاسيس لمناهضه التعذيب. اذا هذا على مستوى المنهجيه. ايضا بالنسبه لنا القانون الجنائي كله ما اعتمدش على المقاربه الحقوقيه، بقى فيه هذاك التوجه المحافظ وممشي، واعتمدنا على اليه، ركزنا بالعكس ركزنا على اليه التجريم والعقاب على حساب الحريات الفرديه. ونصلوا فيها السيده السيوريه. نسول الاستاذ نيت الحو، حزب التقدم والاشتراكيه كان ربما من الاحزاب القليله اللي يعني ابدت موقفا بعد الاجتماع كنظن ديال المكتب السياسي اليوم الاثنين الماضي، وكان موقف اعتقد شيئا ما متوازن ما بين من يطبل للمسوده ومن ينتقدها بحده. بالطبع في حزب التقدم والاشتراكيه في خلال الاجتماع الذي عقده المكتب السياسي تداولنا في هذا الامر. اولا الناحيه الاجرائيه، هذه مسوده ديال مشروع القانون الجنائي، اخرجتها وزاره العدل الى الوجود ونشرتها في الموقع الالكتروني للوزاره، واعتبرنا انه من واجبنا في بدايه الامر ان نطلع على هذا المشروع، ولكن كان من اللازم اننا نخرجوا الموقف المبدئي. ما هو الموقف المبدئي لحزب التقدم والاشتراكيه؟ هو اننا نريد جيلا جديدا للقوانين الجنائيه يواكب اولا تطور المجتمع، يواكب دستور 2011، يواكب التصدير ديال الدستور الذي ينص على الحقوق والحريات الاساسيه اللي يمكن يتمتع بها واللي يجب ان يتمتع بها كل المغربيات والمغاربه. اذا الموقف المبدئي هو اننا مع قانون جنائي حداثي، مع قانون جنائي عصري، مع قانون جنائي يواكب التطورات المجتمعية الوطنية والدولية، يحترم المعاهدات الدولية، يحترم جميع ما شرع في ميدان حقوق الإنسان وهو مرتبط بحرية الأشخاص. إذن عنصر المفاجأة ما كاينش، ما موجودش بالنسبة لنا عنصر المفاجأة مادام أنه تم تأسيس لهذا المشروع كما قال السي عبد الصمد هذه حوالي 10 سنوات. ونحن نتذكر ان حتى المرحوم الناصري كان من ضمن الناس اللي اشتغلوا كوزير العدل، نقيب الناصري كان من ضمن الناس اللي اشتغلوا على هذا المشروع بشكل معين، ولكن الان خرجت مسوده اللي غادي نبداو فيها الراي ديالنا بالطبع لما ندخلوا الى صلب النقاش. لسنا متفقين 100% مع ما ورد في هذه المسوده، وهذا هذه مسوده المفهوم ديال المسوده هو مفهوم ايجابي جدا، خصنا نبلوروه. هذا ماشي مشروع، هذه المسوده اولا غادي تخرج للعموم، هذا شيء ايجابي، ثم غادي تمشي في اطار التضامن الحكومي لجميع الوزارات، ثم بعد ذلك ستمر في المجلس الحكومي انذاك، يمكن لها تدوز للبرلمان ويمكن تقديم اغلاء ديالها ربما الملاحظات اللي غادي يمكن لها. نشوف الاستاذ الطرابلسي من جهته سواء في الرابطه ولا في الحزب، كيفاش لقيتوا هذا المشروع هذا او هذا المسود؟ انتظرنا طويلا كفاعلين سياسيين وحقوقيين وكقانونيين كذلك، انتظرنا طويلا ان يخرج الى الوجود واحد المشروع اللي ناضل من اجله العديد من الفاعلين الحقوقيين والسياسيين، الا انه يعني المشروع مسوده مشروع متكامل، هذه عباره اللي نسبيه في حد ذاتها لانه فيها الكثير ما يقال. هل فعلا هو مشروع متكامل ام انه شيء اخر غير انه متكامل؟ ذلك انه
دستور او عفوا القانون الجنائي في 1962 صدور اول قانون جنائي، يعني هو كان كيعبر عن واحد السياق اجتماعي واقتصادي وسياسي معين في ذاك الفتره. بكل تاكيد ان هناك تطور في المجتمع المغربي ادى الى ضروره التعديل، لكن اليوم ونحن نتحدث عن هذه المسوده، هل نحن يعني سنبدا الرحله من جديد وسينطلق المغرب من جديد وسننطلق بقانون جنائي جديد؟ هذه مسألة بين قوسين فيها الكثير من المغالطات، لأنه احنا الدولة مستمرة طيلة قرون من الزمن، والقانون هو ساري المفعول. قانون 62 هو قانون متكامل ولكنه أصبح متجاوز بحكم التطورات اللي عرفها المجتمع المغربي، وبالتالي هذا التجاوز يستدعي الملائمة من خلال التعديلات المناسبة، أي من خلال يعني إلغاء واحد العدد من الفصول اللي أصبحت متجاوزة، إحداث الكثير من النصوص اللي أصبحت ضرورية بحكم الظروف التي أصبح يعيشها المجتمع المغربي. بكل يعني صراحة نحن نتناول هذا الموضوع ونحاول قراءته ولو قراءة أولية، يعني نجد يعني الكثير من المؤاخذات عن هذا المشروع أو هذه المسودة، ذلك انها من ناحيه نعم ابرز مؤاخذه يعني اولا من ناحيه المضمون، حنا غادي نجيو للمضامين ديال التعديلات الموجوده في هذه المسوده، ولكن على الاقل حتى من ناحيه الشكل كنوجدوا على انه نفس الاسلوب نفس الهيكله ديال القانون، يعني القانون الجنائي نفس الهيكله اللي كيتناولها هذه المسوده، بما حتى من ناحيه الشكل اشنو اللي فيه جديد حتى نقولوا هذا مشروع جديد ومشروع متكامل يعبر على واحد الإرادة حقيقية كما قال الأستاذ عن واحد الجيل الجديد، نريد فعلا هذا الجيل الجديد من القانون الجنائي، ولكن هذه المسودة لا تعبر عن هذه الإرادة ولا تعبر عن هذا الطموح، لأن في مضامينها في إشكالياتها لا تجيب على هذا التساؤل ولا تجيب على هذا الطموح. شيء آخر أريد أن أقوله فيما يتعلق بهذه المسودة، أنه أي قانون لا بد له من يكون له تصور أولي. احنا الآن كنجد أمامنا واحد المسودة ديال كتبدأ السلام عليكم مبادئ عامة المواد الأولى، المواد واحد إلى آخره. أين هي الدباجة؟ أين هي الدباجة التي تعبر عن المرجعيات لهذه المسودة أو هذا المشروع؟ أين هي الدباجة التي تعبر على ذاك التصور القبلي للواضع هذا المسودة، الفلسفة التي تحكم النص؟ لأنه أي مشروع قانون لا بد له من منطلقات، وهذه المنطلقات تكون نابعة من المجتمع ومن تفاعلات المجتمع سواء المهنية أو الحقوقية أو المدنية. هذه التفاعلات هي التي تؤدي إلى الوصول إلى أرضية مشتركة، هذه الأرضية المشتركة هي التي يجب أن تتحول إلى نصوص قانونية. نعم. تعبر عن طموحات ورغبات المجتمع والإجابة على الاستفهامات المطروحة المجتمعية. إلى سمحتي هي واحد المسألة أخيرة أستاذي، غير باش نوزنوا شوية النقاش، وهذه القضية ديال الدباجة واش ضرورية السي العلام من موقع كباحث ضرورية في القانون الجنائي ولا لا؟ شكرا أستاذ جماعة، شكرا للحضور الكرام. دعني بداية أن أحدث السياق الذي نحن نناقش فيه الآن. نحن في سياق مناقشة أحد قوانين المعتمدة داخل المغرب، ليس القانون الوحيد، وإلا راه موجود المسطرة الجنائية وموجود مجموعة من المشاريع القوانين الآن صادرة لا بد أن نناقش. مشروع مسألة السلطة القضائية، لأن القانون ما هو إلا جزء بسيط من بناء الدولة الديمقراطية اللي كتراعي حقوق الإنسان وكتراعي تحاول تهتم بالاقتصاد وبالإنسان في المغرب. بالتالي نحن الآن نناقش جزء بسيط، ولكن في هذا الجزء البسيط نريد أن نسحب على جميع المشاريع التي ستأتي وعلى حتى على طريقة بناء الدولة ومؤسسات الدولة. إذن عندما نتحدث عن مسودة مشروع القانون الجنائي، فعلا شخصيا يعني أرحب أن المسودة طرحت للعموم من أجل النقاش، وهذا رائع جدا وممتاز، ومستقبلا لما يخرج مشروع حكومي نناقشه مرة أخرى، جيد. ولكن الخوف، كل الخوف هو أنه يصبح هذا الامتياز هو أقصى ما يمكن فعله، يعني طرحت للجميع ولكن آذان صماء لا تسمع لا ترحب لا تسجل لا تأخذ لا تدبج، وهذا هو الإشكال. بالنسبة لسؤالكم أستاذ أبو الحسن، أنا ملاحظة من حيث المشروع، الآن نحن عندنا مشروع ضخم جدا،
حوالي 598 مادة أو بالضبط 598 مادة، وبالتالي هناك مواد أظن لابد أن تدمج في بعضها، هناك مواد ليست موجودة يجب أن تكون، هناك تكرار في اللغة، هناك ركاكة في الأسلوب، هناك نصوص تشعر أن ثلاث أشخاص كتبوها ليس استشارة، لا كتبها الأول ثم كتب الأول سطر، يعني هناك ركاكة، هناك نصوص، سنعطي أمثلة يعني تظهر. بالنسبة من حيث الشكل دائما، يعني إحنا الآن عندنا مشروع فيه مواد بقيت على حالها، فيه مواد تم تعديلها بشكل جزئي، فيه مواد جديدة. مواد جديدة بشكل عام، أنا أقول بأن عموما المنهجية غادية مزيانة، المشروع فيه مواد جيدة، أنا أقدر أقول لك جزء منه كبير فيه مواد جيدة، ولكن القليل منه خطير، القليل منه خطير. وعندما الشباب الذين والباحثين الذين أسسوا لصفحة الفيسبوك القانون لن يمر، لن يمر بهذه المواد الخطيرة، هو سيمر. بالنسبة للدباجة أستاذ جامع، حتى أجيبك على السؤال ولا أتركه معلقا، بالنسبة للدباجة هي ضرورية من حيث نص قانوني يريد أن يخرج إلى المجتمع، هي مسألة ضرورية جدا، ولكن أنا أتوقع أن الدباجة ستحدد الفلسفة التي سينطلق منها، وهذا إشكال. ربما أنا أنصح القائمين على المشروع أن يعودوا إلى دباجة الدستور لكي يربحوا الوقت ويربحوا النقاش الكبير ويستخلصوا منها ما يمكن أن يكون دباجة لهذا المشروع، لأن الآن إحنا الحكومة فيها فرقاء مختلفين، يعني من أحزاب سياسية ومن مشارب إيديولوجية مختلفة، في المعارضة كذلك بهذا الشكل، أنا أظن سيأخذ، ولكن ضروري الدباجة، ولكن أنصح يعني من باب المقترحات أنهم يعودوا إلى الدستور. لما نتوغل في الدستور، أنا أقول لك بأن الوهلة الأولى تصطدم بالعقوبات المقررة، تجد بند مخالف للدستور تماما. هو الدستور يتحدث فصل 20 تحدث عن الحق في الحياة، تجد بأن أول عقوبة هي عقوبة الإعدام، وهذا خارج السياق العالمي، خارج السياق المحلي. غادي نناقشوا في هذه النقطة ملي غنوصلوا للتفاصيل. قبل ذلك نشوف الأستاذة أفروخي، إذا كان شي تعقيب على بعض الملاحظات اللي سمعناها من المتدخلين هنا في الاستوديو. شكرا سيد جمع قول حسن. الواقع انه يعني الكثير من الملاحظات التي سمعتها من الاساتذه الكرام تستوقفني، واريد ان ارد على البعض منها. اولا فيما يتعلق ب بمسودات المشروع القانون الجنائي، فيجب التاكيد اولا على لفظه مسوده، فهي لم ترقى بعد إلى مستوى مشروع القانون الجنائي ما دامت مطروحة للنقاش وللنقاش في أعرض مستوياته. أكثر من ذلك، فإن المسودة التي نشرت الآن في الموقع الإلكتروني لوزارة العدل والحريات هي مسودة أعدتها لجنة مكونة من جميع مشارب المجتمع، فيها قضاة ومحامون وأساتذة جامعيون، وفيها كذلك حضور للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبالمناسبة وكان ممثلا بسيدة سعدية وضاح وأحييها. وكذلك وهنا أريد أن أعبر عن استغرابي للفظ المفاجأة الذي عبرت عنه الأستاذة سيوري، كون الأستاذة استدعيت من أول من استدعوا للمشاركة في هذه اللجنة، وحضرت أول اجتماع لأشغال هذه اللجنة. هذه الأشغال التي استمرت زوها أكثر من شهرين، واشتغلت في العديد من الاجتماعات. الحقيقة أن الأستاذة تعذر عليه المشاركة فيها، ولكنها كانت تتوصل عقب كل اجتماع من اجتماعات هذه اللجنة بتقارير ومحاضر هذه الاجتماعات، وبدعوة إلى إبداء رأيها بكل مستجد اتفق حوله أعضاء اللجنة
في الاجتماعي الذي تتوصل بمحضره. والحقيقة أننا هذه الطريقة نهجناها في تحضير هذه المسودة، والحقيقة أن جميع الأعضاء كانوا يدلون بدلوهم في هذه المناقشات وأعادوا قراءة وتصويب ومراجعة المسودة، وتم الاتفاق عقب ذلك على وضعها. رهنا إشارة نقاش المجتمعي الواسع، ويعني نقاش لا زال مفتوحا، ووزارة العدل والحريات يعني تستطلع الموقع يوميا لاستطلاع الآراء، بطبيعة الحال تتبع كذلك يعني النقاش في وسائل الإعلام والصحافة سواء الإلكترونية أو المكتوبة. طيب سيدة فروخي، فيما يتعلق ب طيب اثرتي نقطة يعني الاستماع ومختلف الآراء، ولكن الأستاذ العلامة ترى نقطة، هل يكفي فقط الاستماع أم الأخذ يعني بهذه الآراء والملاحظات التي يعني تصلكم؟ طبيعة الحال يعني العمل يظل عملا بشريا، وبطبيعة الحال المنطلق الأولي هو يعني التوجه نحو التشاور ونحو يعني استطلاع الآراء، وبطبيعة الحال كل الآراء الصائبة ستكون محل نقاش، وما اتفق على صوابه فسيدرج في المسودة في صيغتها المقبلة إن شاء الله، علما أنه بالإضافة إلى هذه الآراء المستطلعة فوزارة العدل والحريات تلتزم تنظيم ندوة علمية يوم 20 أبريل المقبل، وسيستدعى لها عدد كبير وعريض جدا من المهتمين بنقاش حول مجموعة القانون الجنائي والمستجدات التي تطلع. نعم، معي الأستاذة فروخي، سأعود إليك تلت هذا البرنامج. السيدة السيوري، السيدة فروخي تحدثت على أنه فقط ليس يعني منتوج لوزارة العدل والحريات، بل يعني اللجنة اللي كانت فيها مختلف المشاريع، بشر الأستاذ الإدريسي بأنه فيها مقاربة تشرك يعني حتى يعني كون يعني نشرها وإطارة اتاحتها العموم في هذا الجانب الإيجابي ديال الإشراك يعني المجتمع ككل في النقاش. أولا عنصر المفاجأة هو أنها مرتبط بالظرفية اللي كيخرج فيها هذا المشروع، وشرحت أنه خرج ناقص لأنه واحد المقتضيات خاصة بواحد الموضوع مهم مازال ما خرجتش، وبالتالي كنعتبر انه كاين هناك واحد محاولة استثمار سياسي لهذا المشروع باش يخرج في هذه الظرفيه، وفيه الالهاء لانه كاين واحد الفوضى التشريعيه اليوم، قانون العرائض مسطره جنائيه القوانين التنظيميه، وبالتالي هذه الفوضى التشريعيه هي في الحقيقه خط ناظم عند كل الحكومات، وهذه الحكومه حتى هي خدامه بنفس النهج، ولذلك هذا عنصر المفاجاه عندي، لانه ما يمكنش نخرجوا قانون نقولوا متكامل هو ناقص فيه واحد الشطر، وحنا مازال ما عرفناش الاستشارات والنقاش فين غادي يؤدي بنا، باش غنبقاو في هذه الحدود الاصلاح ديال هذوك المقتضيات داخل هذا القانون، وبالتالي كان خصنا ننتظروا حتى يخرج شهر حنا كملناه، يعني ما بقى لنا شيء كننتظروا شويه، وبالتالي هذه الزربه كتوحي لانه كاين هناك نيه غير النيه اللي كان بها المنطلق. ثم كوني كنت عضو حضرت اجتماع واحد في هذه اللجنه بصفتي كمحاميه، واليوم كنهضر بصفتي كرئيسة جمعية عدالة، ومن حقي أن أناقش المشروع خصوصا أنني لم أحضر في أطوار النقاش كاملة، وتبين لي منذ أول اجتماع أنه لقاء سوري لجنة سورية سجلت هذا الموقف في الاجتماع، سجلت موقفي حول المنهجية وعطيت رأيي حول المنهجية، لأنه جابوا لنا مشروع ديال وزارة العدل وحنا غير المحامون والقضاة وبعض الاساتذه الجامعيين، وما كاينش كاين احساس بانه ما كاينش واحد التوازن، ماشي من حيث العدد اللي من تابعين الوزاره والعدد الاخر اللي اختاروه سوا ديزون من المحامون والقضاة، ولكن كاين هناك ما كاينش ليكيليبغ من ناحيه التوجه بادي. لا لا لا. ثم انا انشغلت في اشياء اخرى في اطار مهام اخرى ما كنتش كنحضر معاهم، ولكن هذا لا يمنعني من أن أدلي كمواطنة وكرئيسة جمعية حقوقية أمثل
جمعية ولا أمثل نفسي برأيي في حدود هذا اللقاء هذا. السيدة الوضح. أنا في نفس الإطار، لأنه تشار المجلس الوطني كان في هذه اللجنة، وأنا بغي نصحح هذه الفكرة أنه لم يشارك المجلس الوطني في هذه المشاورة في هذه اللجنة، وأنا كنت حاضرة واستدعيت كمحامية ولست بصفتي العضو المجلس الوطني حقوق الإنسان. صحيح أنه كانت هناك مشارب مختلفة، ولكن فعلا أنا وقع لي ما وقع الأستاذة جميلة الذي حضرته مرتين، وبالطبع كان طريقة الاشتغال كانت طريقة سريعة، لأنه نحن كمحاميات لم نكن للظرف ديال الوقت وديال التزاماتنا في العمل. ولكن ما نسجله أنه في منهجية داخل هذه اللجنة كانت بأننا نحن أحرار في مواقفنا، لأننا داخل هذه اللجنة كانت هناك آراء مختلفة من داخل، وهذه كانت منهجية من داخل اللجنة، أنه كانت آراء تعبر عن الاختلاف، وكانت كذلك تصاغ ببعض المحاضر، وفعلا كان ضبط في كتابة المحاضر وفي بعثها. ولكن هذا ما يعني أنه نحن كنا أحرار، وكل عضو في تلك اللجنة كان حر في الإبداء حتى بملاحظاته أو إضافات أخرى إن أراد أو أن يأتي بها. فما كانش هناك لجنة اللي كان فيها أن كل ما خرج هو يعبر أو يعبر باتفاق عن وجهة نظر الناس الذي كانوا حاضرين، فأعتقد هذه غير صحيحة. وأعتبر بأن هاد المسودة الآن اللي هي في إطار هاد النقاش العمومي اللي في الصحي إيجابي، لأنه